ها يا صلعت، لقيت جده. ما سبتش حتى ما دورتش فيها يا عمو. ولا انا، ده حتى قهوة المعاشات اللي متعود يقعد عليها رحت لقيت اصحابه كلهم عندهم زهايمر اصلا ومحدش فاكره اساسا. طب وبعدين يا عمو؟ ده لسه كان القصرية قدامنا هنا قاعد قدام الفيسبوك زي عوايده. ما هو انا عشان كده بقول دايما بلاش الاطفال تعرف سكة الفيسبوك، ده بيبوظ اخلاقهم. اهو تلاقيه هاجر مع واحدة من اللي بيتشات معاهم. هو جدك كان قادر يمشي 20 خطوة على بعض يا كبو؟ طب انت سألت عليه عند عبدين؟ وهو جده بيطيقه اصلا، مستحيل يكون هناك. طب يلا يلا نروح نتأكد بنفسنا. شوف اخر حاجة كتبها. صح، ممكن يكون كتب لنا رسالة انه هينتحر ولا حاجة. ينتحر ايه يا جاموس البحر انت؟ هات هات لما نشوف. يا دي الفضايح. ها لقيته كاتب حاجة اهو. اخر حاجة كاتبها من 5 ساعات، كاتب مصر شالت فوق طاقتها ريهام سعيد. حلوة يا جدو. قلاش جدك ده على فكرة بينكش. بطلوا بقى. في رسالة جت فوق يا عمو. انقذني يا هنيدي. انت فين يا جدو؟ انا اتحبست جوه الفيسبوك. بطل هزار سخيف يا جدو، انت فين بجد؟ بقولك انا اتشفطت جوه الفيسبوك واتحبست فيه ومش عارف اطلع، ارجوك ساعدني، الجو هنا مكهرب على الاخر. هاشتاج اغيسونا، الجلاشة، هرمنا، وانا وانت. يا نهار اسود ومنيل. طب اقولك ايه يا جدو؟ جدو جدو احسن دلوقتي يا عمو. جدو ضاع يا صلعت. اللي حصل مع جدك ده حالة نادرة بتحصل لمواطن من كل 800,000 واحد بيستخدموا الفيسبوك. لما بيقعد قدام الفيسبوك أكتر من 10 ساعات بيتحول من مجرد بني آدم لأكاونت، وبيتشفط جوه منظومة الفيسبوك وبيخرج منها بصعوبة. ده إذا خرج. يا ما نبهته وقلت له بلاش قاعدة بالساعات قدام الفيس ده يا جدو، بس ما سمعش كلامي. أهو الفيسبوك بلعه. يعني إيه؟ جدي راح هيكمل بقية حياته بروفايل بيكتشر؟ طب لما يموت أعمل إيه؟ أعمل له بيج أدفنه فيها؟ طب افرض جاع، هياكل إيه؟ هيتغذى على النوتيفيكيشن؟ حلوة حلوة يا عمو. حلوة. اخرسوا خلاص، مش هعرف اخد جدي في حضن تاني ولا المسه ولا طبطب عليه. ممكن تعمل له بوك يا عمو. بص يا هنيدي، انا عندي حل، بس عايز تضحية. تقدر تعملها؟ انا ممكن اعمل اي حاجة عشان جدي. أنا هدخلك الفيسبوك وإنت عليك تدور على جدك هناك وتجيبه وترجع. إيه؟ هتدخلني إزاي؟ مش ده الموضوع. السؤال، لو إنت دخلت إنت وجدك هتطلعوا من فين؟